بن جبر. أما الشوط الثاني فهو شوط سيكون التنافس فيه على الخنجر الفضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة الريان وقناة البدع وأيضا القنوات المشاركات لنا في هذا النخل دبي ريسنج وقناة الياس. وها هي انطلاقة الشوط، شوط الخنجر للحجاج الجعادين. ها هي الانطلاقة، وتابعنا الشوط الأول بتعليق زميلي سعد بن متلح العتيبي، والشلفة ذهبت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع صواب للسيد عبد الله بن محمد بن يمعة بن معضد آل جبر على فوز صواب بهذا الشلفة. ها هي الخنجر أيضا تنتظر أحد من ملاك هذا الجعادين. نتابع وياكم الآن مقدمة هذا الشوط، وأرى الآن مجد على المقدمة للسيد يمعة بن نافع بن مبارك بالشدي المنصور سوري. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني بدران، في المركز الثاني للسيد هزاع بن ناصر الخيلي، وفي المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثاني شاهين للسيد حمد بن راشد بن سعد آل نابت المري. المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث الريان للسيد حمد بن ناصر بن محمد المري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع من الجانب الثاني منصف المركز الرابع للسيد راشد بن حمد بن علي البريصي المري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس موفق للسيد عبد الله بن علي بن سالم العامري، والله يوفق الجميع ان شاء الله في هذا الشوط وفي الاشواط القادمه وفي هذا المهرجان. ننتقل ونرجع الى المقدمه، نرجع الى مقدمه هذا الشوط. مجد لا زال يبحث عن المجد، يبحث عن الفوز ويبحث عن خنجر هذا الشوط للسيد يمعة بن نافع بن مبارك بالشدي المنصوري على مقدمه هذا الشوط. المركز الثاني منصف المركز الثاني للسيد راشد بن حمد بن علي البريصي المري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث شاهين للسيد حمد. المركز الثالث بدران للسيد هزاع بن ناصر بن صرود الخيلي اللي في المركز الثالث. وفي المركز الرابع نشوف اللي موفق في المركز الرابع للسيد عبد الله بن علي بن سالم العامري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس الريان للسيد حمد بن ناصر بن محمد الفزيره المري. هذه النتيجه ومجد، وهو في مركز المجد وفي عروض المجد في هذا المساء، في هذا المساء وفي هذا الاداء المتميز في هذا الشوط، شوط الخنجر. ومجد مع المغد للسيد يمعة بن نافع بن مبارك بالشدي المنصوري على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني، المركز الثاني شاهين للسيد حمد بن راشد بن سعد آل نابت المري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث منصل السيد راشد بن حمد بن علي البريصي المري. وفي المركز الرابع نجران، يا سلام ومرحبا بهل نجران في هذا المساء مع نجران للسيد بطشان بن صالح بن هادي المحامض اللي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس خطر وكل خطر مر وعبر يبقى الخنجر خطر للسيد حمد بن عبيد بن حمد بن بطي الاجتبي على المركز الخامس. اول لدى الخطر يصل في هذه اللحظات وفي طريق التغيير من مركز الى مركز يتجول على ارضية ميدان الشحانية، ولا زال مجد على المقدمة للسيد يمعة بن نافع بن مبارك بالشدي المنصوري. بن قمره قادم، السندباد القطري قادم مع شعاره المميز الذي لا تغيب عنه الشمس مع شاهين للسيد حمد بن راشد بن سعد بن نابت المري. يا سلام. ننتقل الى المركز الثالث، وفي المركز الثالث نجران، نجران قادم من المملكه العربيه السعوديه ومن مدينه نجران للمشاركه هنا على ارضيه هذا الميدان، يتسلل الى المركز الثاني
للسيد بطشان بن صالح بن هادي المحامض. المركز الرابع، المركز الرابع، نشوف المركز الرابع من صالة السيد راشد بن حمد بن علي البريصي. المري بدينا نتجاوز لوحة الكيلومتر الأخير، الخنجر تنتظر ومجد على المقدمة على مدرج رقم واحد منذ بداية الانطلاق وحتى هذه اللحظات، وهو الأقرب للتتويج وناموسي هذا الشوط بهذه الخنجر، بخنجر الحجايج الجعادين. يا سلام، بدأ يزيد من سرعته، بدأ يحلق على أجواء هذا الميدان مع الرياح العاتية على أرضية هذا الميدان. وها هو نجد يقول أنا هنا، ما علي من الأرياح، ما علي من المتحدين، أنا على مقدمة هذا الشوط. والسلامات والخنجر تذهب للمرة الثانية في هذا المساء إلى أهالي دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى أهالي مدينة الوذبة مع مجد، ومجد على المقدمة. نقول سلام، سلام عليكم يا أهل الوذبة، واسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان الشحانية، وهو إنتاج المختبر يفضل نفسه في هذا المساء. تهانينا، تهانينا للسيد يمع بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري على انتزاع مجد الخنجر وانتزاع هذا الشوط. المركز الثاني نجران للسيد بطشان بن صالح بن هادي المحامض. وفي المركز الثالث، المركز الثالث سيلين للسيد محمد بن لويهي الجحافي. وفي المركز الرابع خطر للسيد حمد بن عبيد بن حمد بن بطي الاجتبي. وفي المركز الخامس جنيف للسيد رايد بن سعيد بن منانة الاجتبي. هذه النتيجة ياهو شوط تمتعنا وياكم وتابعنا عبر شاشة الريان وغاق وشاشة البدع، وأيضا القنوات المصاحبات معنا قناة دبي ريسنج وقناة الدوري والكاس وقناة ياس. أيضا هذا العرض الجميل، هذا الأداء المتميز الذي قدمه من مجد من بداية الانطلاق وحتى خط النهاية، وفي الأمتار الأخيرة بدأ يحرك محركاته ويندفع إلى الفوز وإلى الخنجر. سلام يا المختبر على هذا الإنتاج المتميز في هذا العالم، عالم الهجن. ها هو مجد ساعة وصوله إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الأربعة كيلومتر في زمن وقدره، ويتحطم التوقيت في هذا المساء، يسجل 6:19 جزء من الثانية. تهانينا للسيد يمع بن نافع بن مبارك الشدي ضمن هذه المناخات والأرياح الذي صادفت في هذا المساء، لكن مجد يسجل توقيت ممتاز. ننتقل إلى المركز الثاني، ونجران في المركز الثاني أيضا ما قصر، 6:04:25 جزء من الثانية. تهانينا للسيد بطشان بن صالح بن هادي المحامض، والذي وصل في المركز الثالث سيلين، وصل في المركز الثالث في زمن وغدرة 6:04:77 جزء من الثانية سليل في. وتهانينا للسيد محمد بن لويهي الجحافي، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا المهرجان المتميز، مهرجان سيدي صح.